بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 102. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية العظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ختم الله بها هذه السورة العظيمة، سورة البقرة. والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفين وجثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، قد أنزلت عليك آية لا نطيقها. يشيرون إلى قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. الآية تدل على أن الله يحاسب على ما في القلوب من النيات والخواطر والهواجس، وهذا يشق على عليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأن لا يكون عندهم توقف نحو ما أنزل الله عز وجل، لأنهم عبيد يخضعون لأوامر الله سبحانه وتعالى دون أيما اعتراض أو إشكال. هذا هو شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى، أنه يخضع لأوامره ونواهيه مهما كانت، لأنها صادرة من ربه سبحانه وتعالى. فقالوا: سمعنا وأطعنا، استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى وقالوا: سمعنا وأطعنا، على ما في الآية من صعوبة لم يسعهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ولا شك أن هذه الآية أنزلها الله امتحانا لهم، ليظهر بذلك قوة إيمانهم وصدق يقينهم وتسليمهم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن المؤمنين، أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا، إذا صدر أمر من الله أو أمر من رسول الله أو نهي
فإن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما قالوها واستسلموا وظهر صدقهم وإيمانهم أنزل الله هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد اختلف المفسرون هل هذه الآية ناسخة لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. بعضهم قال إنها ناسخة، وعليه الأكثر، لأن الله لما امتحنهم وظهر صدقهم واستسلامهم وانقيادهم لأمر الله حصل المقصود، فنسخ الله عنهم ما يشق عليهم. والبعض الآخر من المفسرين يقول هذه الآية ليست ناسخة لما قبلها، ولكنها مفسرة، مفسرة لما قبلها، وذلك أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ينقسم إلى قسمين: قسم يقصده العبد ويريده وهو النية السيئة والقصد السيء، فهذا يؤاخذ عليه الإنسان إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص نيته لله عز وجل، وأن لا يكون له مقاصد سيئة ونوايا قبيحة، فإن الله يؤاخذ على أعمال القلوب كما يؤاخذ على أعمال الجوارح. والقسم الثاني ما يخطر في النفس من غير قصد للإنسان، مثل الوساوس والهواجس والخواطر التي تمر على الإنسان من غير قصد، فهذه إن تكلم بها أو عمل بها يحاسب عليها، وإن تركها ورفضها فإنه لا يحاسب عليها. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذه الخواطر والوساوس العارضة والهواجس هذه لا يؤاخذ الله عليها ما دامت في النفس، أما إذا تكلم الإنسان بها أو عمل بها فإنه يؤاخذ عليها. فتكون هذه الآية مفسرة وموضحة للمعنى في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وليست ناسخة لها. ومن المعلوم أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بما ذكروه، ومعنى لا يكلف الله تكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة، ما فيه مشقة وكلفة، هذا هو التكليف. لا يكلف الله نفسا أي لا يأمرها أو ينهاها إلا ما تطيقه وتتسع له طاقة الإنسان، فما يستطيعه الإنسان ويطيقه هذا يؤمر به في الشرع. ولا شك أن الطاعات فيها مشقة، لكنها مشقة في وسع الإنسان وطاقة الإنسان، وإلا فالصلاة فيها مشقة والصيام فيه مشقة والجهاد في سبيل الله والحج كل الأعمال فيها مشقة، ولكن هذه المشقة متحملة وهي داخل وسع الإنسان،
فهذه يكلف الله بها سبحانه وتعالى ويأجر الإنسان عليها وعلى تعبه ومشقته، لأنه داخل في وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما ما لا يستطيعه الإنسان، ما لا يستطيعه الإنسان فوق طاقته، فهذا لا يكلف الله به، لا يكلف الله به إلا من باب العقوبة. أما أهل الإيمان والصدق فلا يكلفهم الله بما لا يطيقون رحمة منه سبحانه. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ملة إبراهيم هي الملة السمحة السهلة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالحرج موضوع، الحرج موضوع في هذه الشريعة ولله الحمد. ولهذا تجدون الله جل وعلا يشرع لكل حالة ما يناسبها. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. هذا من التيسير بالنسبة للمريض. وكذلك الصيام بالنسبة للمريض، إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مريض يفطر ويقضي من أيام أخرى. كذلك المسافر يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله يعدل إلى التيمم بالتراب. هذا من رفع الحرج عن هذه الأمة ومن التيسير لها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك جاءت الرخص الشرعية، رخص للمضطر أن يأكل من الميتة ما يبقي عليه حياته ولا يموت من الجوع، يأكل من الميتة وهي حرام، لكنها بالنسبة له في هذه الحالة تكون حلالا للضرورة. فهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة. ولكن يجب الانتباه إلى أن قوما يستغلون هذا في غير محله، فيتخلصون من الدين ويقولون الدين دين يسر، يتركون الصلاة يقولون الدين دين يسر، يتركون الصيام يتركون العبادات ويقولون الدين دين يسر. فهذا من الإلحاد في دين الله عز وجل. الدين دين يسر نعم، لكنه يسر بحسب ما شرعه الله لا بحسب ما تهواه نفوسنا. الدين دين يسر ولكن بحسب ما شرعه الله، فإن الله شرع لكل حالة ما يناسبها. واليسر يراد به استعمال الرخص الشرعية عند الحاجة إليها أو الضرورة إليها، لا أن نعمل بهوى نفوسنا ونقول الدين دين يسر ونتخلص من الدين ونقول الدين دين يسر. لا، هذا ما هو يسر، هذا عسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما لا يتسع له طاقة الإنسان فهذا رفعه الله عن هذه الأمة. الآية الأخرى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آيات كثيرة في هذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما التكليف بما يخرج عن طاقة الإنسان فهذا قد يشرعه الله عقوبة، كما حصل لبني إسرائيل، إن الله حملهم آثارا وأغلالا بسبب تعنتهم
على دين الله، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي حلال في الأصل، لكن لما عصوا الله وتمردوا حرم الله عليهم طيبات عقوبة لهم، عقوبة لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا عقوبة لهم، هذا عقوبة لهم والعياذ بالله، على تعنتهم على شرع الله وعلى كفرهم بآيات الله عاقبهم الله سبحانه فجعل بعض الطيبات حراما عليهم حتى يضيق عليهم، يضيق عليهم عقوبة لهم. ولو أنهم آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه لوضع الله عنهم هذه الآثار والأغلال. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا وضع الله عنهم هذه الآثار والأغلال التي كانت عليهم بسبب كفرهم وتعنتهم على أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لها ما كسبت، لها أي النفس، ما كسبت من الأعمال الصالحة، وعليها ما اكتسبت من الأعمال السيئة، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فأنت تعمل لنفسك إن خيرا وإن شرا، ووقت العمل هو في هذه الحياة الدنيا والعمر الذي أعطاك الله وأعطاك الاختيار وأعطاك المدة والمهلة والإمكانيات لتعمل لنفسك. فإن عملت خيرا وجدته عند الله مضاعفا حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا عملت السيئات فأنت تحمل نفسك، تحمل نفسك، ولا أحد ينفعك يوم القيامة، لا صلاح أبيك ولا أمك ولا صلاح أخيك ولا أحد ينفعك، لا تملك لنفس، نفس لنفس شيئا، كل مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة بعملها. فلا أحد ينفع أحد يوم القيامة، ما ينفعك إلا عملك ولا يضرك إلا عملك. لا تحمل سيئات الآخرين ولا يؤخذ شيء من حسناتك، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل محاسب بعمله. فلا تتكل على أعمال الصالحين وأعمال أجدادك وآبائك وتظن أنهم ينفعونك يوم القيامة، لا، أو أنهم يخلصونك من السيئات يوم القيامة، لا أبدا، كل نفس بما كسبت رهينة. تلك أمة لها ما، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالذين يتعلقون بالصالحين والأولياء ويظنون أنهم ينفعونهم، أو يقول أنا من بيت الرسول أو من قرابة الرسول ويظن أن هذا يكفيه وأنه سيدخل الجنة، لا، لا ينفع. أبو لهب عم الرسول ومع هذا هو في النار، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
ومع هذا أنزل الله فيه قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع قريش وقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فلا ينفع الإنسان إلا عمله، ولو كان من قرابة الرسول أو من بيت الرسول أو إنه ابن فلان أو علان من الصالحين، ما ينفع أبدا إلا عمل. فلا تتعلق على الناس وتظن صلاحهم وأعمالهم ستنفعك يوم القيامة أبدا. فعليك أن تتنبه لذلك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يعتنوا بأعمالهم وبأنفسهم، ولا يضيعوا أوقاتهم وأعمارهم، ثم يوم القيامة يأتون مفاليس ليس معهم شيء، أو يتكلون على صلاح فلان وعمل فلان والقرابة وكذا وكذا، كلها أو على الأموات أو على الصالحين، أو كل هذا ما ينفع، ينفعك إلا عملك ولا يضرك إلا عملك. فتنبه أيها المسلم لهذا، ولا يغرنك عمل المخرفين، لا يغرنك عمل المخرفين الذين نسوا هذا وتعلقوا على غيرهم وعلى الصالحين وعلى وعلى، كل هذا لا حقيقة له ولا ينفع الإنسان يوم القيامة. ثم وجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى أن يدعوا ربهم بهذه الدعوات العظيمة، ختم بها هذه السورة العظيمة، فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يدعو الإنسان بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا، والدعاء برب هذا استعطاف لرحمة الله جل وعلا. فأنت إذا أردت أن تدعو تقول: يا رب يا رب يا رب، تناديه بهذا الاسم العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا حصل منك خطأ أو حصل منك نسيان، نسيت الصلاة ولم تصلي، إذا ذهب عنك النسيان صل أي وقت، ولا يؤاخذك الله بالنسيان، لا يؤاخذك الله بالنسيان. والنسيان هو الذهول، نسيت الصلاة ولم تفطن إلا بعد ما خرج وقتها، صل في الحال، نمت عن الصلاة من غير قصد ومن غير تعمد، غلبك النوم، أنت حريص على القيام لكن غلبك النوم ولم تستيقظ إلا بعد ما خرج الوقت، صل والله يتقبل منك، أنت معذور. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لا تؤاخذنا إن نسينا، لأن النسيان ليس في طاقة الإنسان. أو أخطأنا، ما نسينا لكن أخطأنا، وقعنا في ذنب من غير نسيان، ندعو الله أن لا يؤاخذنا على هذا الخطأ وأن يغفره لنا سبحانه وتعالى، ولا نقنط من رحمة الله عز وجل، لكن بالتوبة، تتوب إذا وقعت في ترك واجب أو وقعت في فعل محرم، غلبك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء ووقعت، فإنك تتوب إلى الله عز وجل وتبادر،
تبادر بالتوبة ولا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أو أخطأنا. وفي الحديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الشيء الذي لم تتعمده هذا مغفور، خطأ مغفور. ولذلك إذا اجتهد المجتهد يعني العالم إذا اجتهد في مسألة أو قضية وبذل جهده فإن صادف الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لأنه يريد الحق ولكنه لم يصادفه فيؤجر على اجتهاده ونيته الصالحة وما بذله من الوسع والاجتهاد. ففضل الله واسع سبحانه وتعالى. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الشيء الثقيل، الإصر الشيء الثقيل. لا تحملنا شيئا ثقيلا لا نستطيعه كما حملته على الذين من قبلنا. من هم؟ اليهود والنصارى. أحملهم الله آثارا وأغلالا بسبب تمردهم على الله وعلى أنبيائه وتشددهم، شدد الله عليهم وحرم عليهم طيبات أحلت لهم وكلفهم شيئا شاقا في المآكل والمطاعم. حين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، تضييق عليهم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم. أما الشحم الذي مختلط مع اللحم هذا حرام عليه. ومن يستطيع أنه يعزل اللحم من الشحم؟ صعب هذا، لكن هذه عقوبة، عقوبة لهم والعياذ بالله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا فيه أن الإنسان يعتبر ويتعظ بما وقع لغيره، فلا يسلك مسلك من حرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم. والسعيد من وعظ لغيره كما حملته على الذين من قبلنا. ثم قال جل وعلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله سبحانه وتعالى له التصرف التام والاختيار التام، هو قادر على أن يحملنا ما لا نطيق، لكن رحمته تأبى هذا. وإلا فالله جل وعلا هو الرب المالك المتصرف، يحملنا ما لا نطيق لأننا عبيده، لكن رحمته ومغفرته تقتضي أنه سبحانه وتعالى لا يحملنا ما لا نطيق. ولكن ندعو الله أن لا يحملنا ما لا نطيق كما حمله على من كان قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا ما سبق، واغفر لنا ما يحدث أو ما حدث في الحال، وارحمنا في المستقبل. ارحمنا في المستقبل في أن نكون على الصواب ولا نزل عن الصواب. فهذه الآية شملت الأحوال الثلاثة: ما كان في الماضي يغفره الله، وهو ما كان بين العبد وبين ربه. واعفو عنا، يعفو الله عنه ما كان بين العبد وبين ربه. فأنت تسأل الله أن يعفوه لك، والعفو هو الإزالة، أن يزيله سبحانه وتعالى. واغفر لنا، الغفر هو الستر، أي استر ما يقع منا عن الناس فلا يطلعون عليه، استره. هذا سؤال من الله أن يستر عليك ولا يفضحك أمام الناس. واغفر لنا وارحمنا في مستقبل أيامنا فلا
نضيعها ونقع في الأخطاء. ارحمنا برحمتك واعصمنا من أن نقع فيما لا يرضيك. فهذا دعاء شامل. أنت مولانا، توسل إلى الله جل وعلا، توسل إلى الله بربوبيته، ربنا ربنا، ثم توسلوا إليه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. توسلوا إليه بأنه هو مولاهم، هو مولاهم. فالله جل وعلا مولى الناس جميعا، الكفار والمؤمنين وجميع الخلق بالولاية العامة، الولاية العامة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا جميع الخلائق، ردوا إلى الله مولاهم الحق، وظل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الولاية العامة. فالله مولى جميع الخلق، بمعنى أنه يدبرهم ويحاسبهم ويجازيهم ويرزقهم في الحياة وفي الدنيا، يرزقهم ويعطيهم. الله يعطي المسلم والكافر لأنه مولاه في الدنيا. هذه الولاية العامة. الولاية الخاصة للمؤمنين، ولاية وعناية وتوفيق وهداية، هذه خاصة بالمؤمنين. أنت مولانا، الولاية الخاصة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما قال أحد الكفار يوم أحد، بعد الموقعة وما حصل على المسلمين، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة صنم، العزة صنم، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. الولاية الخاصة، الولاية الخاصة تكون للمؤمنين، وأما الكفار فيتولاهم الشيطان. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والعياذ بالله. الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه فيها الولاء والبراء، أن توالي الله جل وعلا ورسوله، وتوالي الصالحين من عباده، وأن تتبرأ من الكفار ولو كانوا أقرب قريب إليك. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأنت تولى المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله ولو لم يكن قريبا لك في النسب، وتعادي الكافر ولو كان قريبا لك بالنسب، ولو كان أباك أو ابنك أو أخاك، تعاديه في الله عز وجل. فهذا فيه الولاء والبراء، أن يكون ولاء المؤمن لله ولرسوله وللمؤمنين، وتكون عداوته للكافرين والمنافقين والمشركين ولو كانوا أقرب قريب إليه. أما الذين يقولون الآن: لا، البشرية واحد ولا يجوز لكم تكرهون الناس، كره الآخر، يسمونه كره الآخر، ولا تقولوا كفار، قولوا غير مسلمين، يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى، يحرفون كلام الله، يقولوا: لا تقولون كفار، والله سماهم كفار، يعني كأنهم ينتقدون كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا من الإلحاد في دين الله عز وجل. ولا بد من الولاء والبراء في الإسلام، ومن ليس عنده ولاء وبراء فليس عنده دين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ما يليق هذا بالمؤمن، إلا أن يكره الكفر ويكره الكفار ويعاديهم، هذا واجب. والدين ما فيه مجاملات. أما أن يأتينا من يدعي الثقافة ويدعي
ويقول لا العالم كله سواء ولا تفرقون بين الناس وتعايشوا. التعايش لا بأس يتعايشون، لكن إننا نحبهم ونواليهم لا. يقول لا تكرهونهم، كره الآخر. يقول نعم نكره الآخر، نكره الكافر، يصده الآخر يعني الكافر. لا تقولوا كفار، قولوا غير مسلمين، نقول كفار مشركون، لأن الله قال هذا. ولا نبالي بأحد، أنت مولانا يعني لا غيرك، لا نتولى غير الله سبحانه وتعالى. ومن يتولاه الله من الملائكة والرسل والمؤمنين أولياء الله جل وعلا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هؤلاء هم أولياؤنا أحياء وأمواتا، هم أولياؤنا وهم إخوتنا. إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين، ولو لم يكونوا إخوة في النسب. فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا، نحن لا نلجأ إلا إليك في مقاومة الكفار ألا يتسلطوا علينا. ومن كان الله مولاه فلن يضره أحد، من كان الله مولاه فلن يضره أحد. ومن تخلى عن ولاية الله سلط الله عليه الكفار فساموه سوء العذاب. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد جاء في الصحيح أن الله قال بعد كل جملة من هذه الدعوات قد فعلت، وفي رواية نعم قد فعلت، يعني استجاب الله هذه الدعوات. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت في رواية نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم، وفي رواية قد فعلت، يعني استجاب الله سبحانه وتعالى. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله نعم، وفي رواية قد فعلت. بعد كل جملة الله جل وعلا استجاب للمؤمنين ولله الحمد. انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين، دل على أن الكفار يعادون المسلمين في كل زمان ومكان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالكفار أعدى للمسلمين في كل زمان ومكان دائما وأبدا. أنصرنا على القوم الكافرين، فدل على أن الكفار أعدى، وأنه سيكون بينهم وبين المسلمين قتال وجهاد ومجاذبة، فالمسلمون يستنصرون بالله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يحميهم. ولا يكفي الدعاء، بل لا بد أيضا من إعداد العدة لجهادهم، ولا بد من تعلم العلم النافع للرد على شبهاتهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد، لا بد، الجهاد قائم منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، والجهاد قائم بالنفس وبالمال وباليد، الجهاد قائم. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد ليس قاصرا على السلاح، الجهاد يكون باليد ويكون باللسان، يكون بالقلم، يكون بالمال، يكون بتعلم العلم النافع ومعرفة العقائد الفاسدة حتى يتركها ويحذر منها، كل هذا من الجهاد في سبيل الله. فلا بد من، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا بد من هذا، لا بد من الدعاء، لا بد من إعداد العدة، لا بد من تعلم العلم النافع، لا بد من الجدال بالتي هي أحسن ورد الباطل ورد شبهات المشبهين، كل هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
فانصرنا على القوم الكافرين. الكافرين الذين مر ذكرهم في هذه السورة في عدة مواضع وبيان كيدهم للمسلمين من أول السورة إلى آخره. إن الذين كفروا سواء عليهم من أول السورة، أنذرتهم أو لم تنذرهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هم المنافقون، كلهم يحتاجون إلى جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الجهاد في هذه السورة مذكور في آيات كثيرة. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، اقتلوهم حيث وجدتموهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الله جل وعلا في هذه السورة أمر بالقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. مع القتال ندعو الله وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. المسلمون دائما يلهجون بهذا الدعاء، انصرنا على القوم الكافرين، ويعدون العدة مع الدعاء، يعدون العدة ويتعلمون العلم. الجهاد يكون كما يكون بالسلاح، يكون أيضا باللسان، يكون بالقلم في رد شبهاتهم وأباطيلهم، رد أباطيلهم. فالمسلم في هذه الحياة دائما في جهاد مع نفسه، مع الشيطان، مع العصاة، مع المنافقين، مع الكافرين، دائما في جهاد المسلم، دائما لا يفتر الجهاد مع نفسه أول شيء، الأمارة بالسوء، مع شياطين الإنس والجن، مع الكفار، دائما الإنسان في جهاد. فعليه أن يسأل الله النصر على هذه الأعداء. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: من أراد أن يؤدي العمرة وقد قدم من القصيم عن طريق المدينة المنورة ثم ذهب إلى ينبع، هل يجوز له عند رجوعه من ينبع أن يحرم من ميقات الجحفة؟ لا، يجب عليه يرجع الميقات المدينة ويحرم منه، لأن حكمه صار حكم أهل المدينة، وقد مر بميقات المدينة وهو يريد العمرة، يجب عليه يحرم من ميقات المدينة للحليفة، لأن صار حكمه حكم أهل المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. تقول السائلة: جاءت من سوريا للعمرة وعليها الدورة الشهرية، ودخلت المدينة المنورة ومكة المكرمة وعليها الدورة الشهرية، ما حكمها؟ هل أحرمت؟ لم تذكر. يجوز أن تجي المدينة والمكة وهي عليها الدورة، لكن ما تدخل المساجد، ما تدخل المسجد النبوي ولا المسجد الحرام ولا غيرهما من المساجد حتى تطهر وتغتسل. وإذا كانت محرمة من الميقات وهي حائض، تبقى على إحرامها حتى تطهر من الحيض وتغتسل ثم تؤدي العمرة. نعم. هل هذا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ نعم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يترك الشيء الذي ليس من شأنه، يترك الشيء الذي ليس من شأنه، يعتني بالشيء الذي هو معني به ومن شأنه. نعم. يقول: هل يجوز لي الدراسة في جامعة مختلطة مع العلم أنها الوحيدة في بلدنا، ولا أستطيع السفر إلى المملكة وأترك والدي وهما محتاجان لي؟ لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة،
التي يكون الرجل بجانب المرأة. أما إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة معزول بعضهم عن بعض فلا بأس بذلك، أما الاختلاط لا يجوز. نعم. يقول: نحن مجموعة من الشباب الذين يحفظون القرآن ونصلي بالناس التراويح في رمضان سنويا بساعتين، ونقرأ كل يوم جزءا واحدا من أجل ختم القرآن كاملا، فهل هذا العمل جائز لنا؟ هذا جيد، جزاكم الله خيرا. تصلون بالناس في رمضان، تحفظون القرآن، كل ليلة تقرأ جزء حتى تكمل القرآن في آخر الشهر، هذا عمل جليل. نعم. هل يجوز أن نقول المرحوم فلان؟ تقول رحمه الله، تدعو له بالرحمة. أما المرحوم لا تجزم له، هذا جزم، ولا المغفور له، تقول رحمه الله، غفر الله له. نعم. يقول: عامل يريد مني مبلغ من المال، حدث بيني وبينه سوء تفاهم فذهب ولم أجده، وبعد فترة سألت عنه لأعطيه المبلغ، قال لي لا أريده، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ إذا قال لا أريده فقد سمح عنه، قد سمح عنه، ما دام أنك طلبت منها أخذه وقال لا أريده فقد سمح عنه لك، هو الذي سمح به وحقه سمح به، إلا إذا كان قال هذا من باب الغضب، إن كان قال هذا من باب الغضب لا من باب طيب النفس، فعليك إن لم يقبله أن تتصدق به، إذا لم يقبله تتصدق به. نعم. يقول: أنا موظف حكومي في دائرة حكومية ولدي سيارة من الدائرة. نعم. يقول: أنا موظف في الدولة رئيس لدائرة ولدي سيارة من هذه الدائرة أستخدمها لصالح هذه الوظيفة، هل يجوز لي أن أستخدم هذه السيارة بعد الدوام لمصالح الخاصة؟ لا، سيارة العمل هذه تستخدم للعمل ولا تستخدمها لمصالح الخاصة، لأنها لم تجعل لك. نعم. مرت امرأة بين يدي وأنا أصلي في الحرم سنة من السنن، هل أنصرف وأقطع الصلاة؟ لا تقطع الصلاة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، والمرور في الحرم لا يضر لكثرة الناس والمشقة وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ما حكم من يدخل للحرم ويطوف حول الكعبة وفي جيبه علبة الدخان؟ لا تستعمل التصوير يا، ما نسمح بالتصوير، حرام عليك. نعم. ما حكم من يدخل الحرم ويطوف حول الكعبة وفي جيبه علبة الدخان؟ الدخان حرام، يريد يدخل الحرم أو غيره حرام، يجب عليه تركه والابتعاد عنه، ولكن المعصية في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم، وعلى كل حال عليه أنه يتوب إلى الله من الدخان ويتركه في أي مكان، في المشرق أو المغرب أو الحرم أو غيره، لأنه ضار وخبيث وفيه مفاسد كثيرة، مسبب لأمراض خطرة. نعم. ما هو تعريف التقوى؟ التقوى كلمة جامعة تجمع كل الخير، تجمع كل الخير والطاعات، وقد فسرها السلف بقولهم: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. نعم. يقول: عندي نخيل تنتج سنويا 1000 نعم. كيلو. نعم. عندي نخيل. نعم. ينتج سنويا 1000 كيلو، كم تكون الزكاة؟ الزكاة إذا كان تسقيها بمؤونة نصف العشر، وإن كان بدون مؤونة ففيها العشر كاملا. نعم. يقول: في بلادنا تحتفل المدارس سنويا بما يسمى بيوم المعلم، فتقام احتفالات في المدارس وفي إدارات التعليم، وتتضمن عروض مسرحية وعزف موسيقى ويغني فيه الطلاب، ويختلط المدرسون مع المدرسات، ويتم تكريم بعض المدرسين المتميزين، ما حكم هذا الاحتفال؟
وما حكم حضور المعلمين والمعلمات في الحفل إذا كان على مستوى البلد؟ أولا هذا الاحتفال لا أصل له ولا في شيء في الإسلام يسمى الاحتفال بيوم المعلم، هذا شيء محدث. وثانيا فيه منكرات كما ذكرت، فيه تمثيليات وفيه اختلاط بين الرجال والنساء، فهذا كله شر والواجب تركه وتجنبه. نعم. كيف أتحكم في الخواطر التي تمر على نفسي وتتحول إلى أفعال وأجعلها كلها حسنات؟ الخواطر إذا مرت، الخواطر السيئة إذا مرت في خاطرك ورفضتها ولم تعمل بها فإنها لا تضرك ما لم تتكلم وتعمل بها. أما الخواطر الطيبة فهذه طيبة وتؤجر عليها، وإذا نفلتها صار أكثر أجر، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، ومن هم بها وفعلها كتبت له 10 حسنات كما في الحديث. نعم. تقول: كثيرا ما يقع نظري على النساء في الحرم وخارج الحرم لكنني أبعد بصري بسرعة، فهل علي إثم؟ إذا صرفت نظرك فليس عليك إثم وأنت مأجور، أما النظرة المفاجئة التي لم تقصدها هذه لا تؤاخذ عليها، أما إذا تابعت النظر عن قصد هذا حرام عليك، وما دام أنك تصرف نظرك فهذا علامة خير وأنت مأجور إن شاء الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أنت غضضت بصرك والحمد لله. نعم. تقول السائل: نحن طلبة في جامعة خارج السعودية، وأحد المدرسين الدكاترة فسر قوله تعالى: وجاء ربك والملك، في قوله أي جاء أمر ربك، مع العلم أنه ليس متخصص في التفسير، فهل ذلك صحيح؟ هذا يقوله أهل التأويل، ما هو بالمدرس هذا فقط، هذا موجود في بعض كتب التفسير وهو غلط. جاء ربك، جاء الله ذاته سبحانه وتعالى، ما قال جاء أمر ربك، قال جاء ربك، يا ربك. والأمر لا يسمى ربا، الأمر لا يسمى ربا، من قال أن الأمر رب؟ لا، جاء ربك حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا من أفعاله التي تليق بعظمته وجلاله، ليس كمجيء المخلوق، وإنما هو مجيء لائق بالله وعظمته سبحانه. نعم. ما حكم تسجيل الأشرطة التي لها حقوق طبع وتوزيع؟ ما حكم تسجيل الأشرطة التي لها حقوق طبع وتوزيعها من غير علم أصحاب الشأن ولكن من أجل الدعوة إلى الله؟ لا، ما يجوز لك، هذا عمل الآخرين ولا يجوز تعتدي عليهم، ما داموا سجلوها وتعبوا فيها لا يجوز لك تأخذها وتسجلها وتوزعها بدون إذنهم، لا بد من إذنهم، لأن هذا من حقوقهم وهذا عملهم وحقهم، لا تعتدي عليه وتقول أتصدق به، لا، إن أذنوا لك وإلا لا تفعل هذا. نعم. يقول: أنا صاحب مطعم في فرنسا، هل يجوز لي أن أفتح هذا المطعم أيام رمضان وكذلك طيلة أيام الجمعة، علما أن البعض من الموظفين يذهبون للصلاة في مسجد يصلى فيه الجمعة مبكرا ثم يعودون إلى المطعم، ويذهب البعض الآخر إلى المسجد يصلون الجمعة متأخرين؟ أنت مسلم ولا يجوز تفتح المطعم في رمضان في النهار، لا يجوز لك هذا، تعين العصاة على معصيتهم والكفر على كفرهم، لا تعينهم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول: إذا تاب الزاني والزانية هل يجوز لهما أن يتزوج؟ إذا تاب توبة صحيحة واستبرئت المرأة من الحمل والتوبة صحيحة يجوز. نعم. هل الإثم يضاعف حسب الزمان والمكان؟ المضاعفة وردت في الحسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فالسيئة لا تضاعف لكن تغلظ، تغلظ هي سيئة واحدة لكن تغلظ والعياذ بالله في الحرم، تغلظ في الحرم